في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتوه. ان مسجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابوك يا لمبي. هاتوه. والله بتاعت الضابط مش ما عدتش حاجه ابدا. والجواز يا لمبي. لما الجواز ما كانت لازم تنتهي معايا الصوره دي. الله يخليك. ايش يا لمبي؟ واحد انت بتصرف. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدر وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتدر وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت بقى. وضح لو سمحت. وضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي يا سعادتك. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة وقشف كوخة عايزين اطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد، وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نمتع. ثابت! يا مسجون! بتفضلك كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاية ليه؟ بسرعة! طلع لسان. ها؟ لسان الطاية يا مسجون. لسان الطاية. لسان الطاية اهو. اهو. البس طاية. البس طاية حد. كله يتحرك. خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام، محترف احترس مني هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟
والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل. يا عطري الحقونا يا باب الحقونا. امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعني الزنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه. اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني انت وهو طبعا ما حدش يدخل. اخر ليله اتبتوها في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتكبروا ليه كده؟ خلاص مروح ايه؟ امال واحد ايه؟ خلاص افراج يا راجل والله ما كنت حاسس ان انا مريء. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة في الدنيا. هدي نفسك يا فندم العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا الدواء المرة دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفة. والشفة نزلت 24 ساعة بس ونطر التاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب. البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا هتفتح لي طوارة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازة. نعم اجازة. اجازة؟ ايوه فندم. يعني ايه اجازة؟ بلاش الشهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بلاش شهر ما يعني ايه بلاش شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. انا اسف فندم. يعني ايه اجازة؟ انا اسف فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ حاجة غريبة قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة. يعني سخان شاي. كاسيت. تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفايه مش محتاج الفيديو ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام بسيطه جدا الموبايل. ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على الاقل يتصل بالاولاد كويس ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه. وناخد له زنزانه اجار جديد. واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي اتسمع.
زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. أدهم، اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. أدهم، لآخر مرة هقولها لك، حركة الترقيات قربت، خلي دوسيهك يعدي على خير، وأظن أنت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك أكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا، بالنسبة لأجازة الصول، أجازات مفيش يعني. أنا قلت أجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي بجنبها، في ظهرها، في كتفها. أنا خلاص قلت مفيش أجازات يا هاني. الله. يا فندم، يا فندم مراته تعبانة قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، أنا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك أنت بس. ربنا يخليك يا باشا. إنما أرجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص أوكي؟ خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب أهو يا باشا، وأدي الأمر. كمان يا هاني في كيلو دور. أنت غريب. غريب يا هاني أنت. يا ساتر. ده مش كده تاني مرة. ربنا يخليك يا باشا. وبفهمه إن هو يفهم مراته ما تعيش تاني. وإلا يطلعها بقى ويلتفت لجمله. لا يا باشا، أمر سيادتك ماشي. اتفضل. غريب يا هاني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. لا يا فندم، دي اموال حكومه. ويلا فضل روح، انا مش مسافر. فضل هتوصلني هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي يعني ايه؟